السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة، فيديو خفيف ظريف. بغيت نشارك معكم، يعني واخا فيديو ديجي قصير شوية، بغيت نشارك معكم هاد لي سوشون، يعني ساهلين وبمكونات جد بسيطة من إنجاز الأخت ديالي، ماشي أنا اللي صايبتهم. يعني تيجيو رائعين مقرمشين الفطور الكوتيل أي وجبة بغيتيهم. بالنسبه للمقادير، عندنا هنا شويه ديال الحليب، شويه ديال الجنجلان، عندنا عجين مورق جاهز يعني مشري جاهز، عندنا الفرماج بالضروره يكون هذا الفرماج، يعني اي نوع انت تفضليه. تنقبطوا العجين وتنسرحوه وتنقطعوه بالشكل اللي بغينا، وتندهنوا له الجوانب ديالو كاملين بالحليب باش يكون سهل الالتصاق، ما يتحناش منين بغاو نعمروهم. تنديروا فيه قطع ديال الفرماج وتنجمعوا الجوانب وتنضغطوا عليهم مزيان بواحد الفرشيط، تنديروها في الطحين ونضغطوا على الجوانب باش تسد لنا مزيان، ما تحلناش ملي ندخلوها للفران، وتعطيها حتى داك الديكور ديال الفرشيط، يعني واحد المنظر يكون زويون. من بعد تنديروا فوق منها شويه ديال الجنجلان او اي حاجه نتوما بغيتوا ديروها من الفوق كتزيين، وتندخلوها للفرن اللي تيكون سخون جدا، وتنخليو درجة الحرارة شوية عالية حتى تيتشمع لنا هذاك العجين المورق، عاد تنقصو باش يكملو طيابهم، وينجح لنا العجين المورق باش يجينا مقرمش من برا وطيب مزيان من الداخل. وهذه هي النتيجة النهائية بعد ما طابو مقرمشين لذادين، داك الفرماج تيدوب فوق فوسط منهم لداخل، يعني تيجيو رائعين رائعين بزاف. نفرحوا بهم وليداتنا، الانسان بالنوبه تيكون صايم وتيتلف شنو يدير الفطور. جاوك ضياف على غفله، يعني حاولوا تجربوهم، راه ساهلين واقتصاديين بزاف.